السلام عليكم. شوف اللقطة هذه، بالله الجبل هذا في رجال مع كيف قصته، المعدات قاعدة تقص فيه، شوف الطبقات اللي طلعت، سبحان الله العظيم. هذا دليل على حاجة بقول، هذا يدلك كيف تكونت الجبال، كانت طبقة مستوية، شوف كانت مستوية، بعدين بفعل الضغط ارتفع منها جزء 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 من الطبقات، جزء جزء حتى كونت جبل بفعل الضغط. طريقة تكون الجبال سبحان الله العظيم، ضغوط جت من القارة الأفريقية مع صدامها مع القارة العربية أو شبه الجزيرة العربية، هذا الصدام نتج عنه الجبال اللي تشوفونها. نتيجة للضغط الصدام الطبقة الأفريقية مع الطبقة العربية، وتكون عنها منطقة هبوط طلع فيها البحر الأحمر. البحر الهبوط الحاصل فيه تكون بمياه بحار، والمنطقة اللي تصادمت فيها تكونت منها طبقات الجبال. شوف التجعدات اللي طلعت، اللي هي جبال عسير وجبال الطائف. إن الحوادث لا محالة آتيه، ما بين رائحة تمر وغادية، ولربما تبط السليم فجأة، ولربما رزق السليم بعافية. إن الحوادث لا محالة آتيه،